طاقة الساعة. هذا الشارع قبل الأحداث، قبل ما تصير كل شيء ما بي. هسه عما صارت الأحداث التحرير، هذا الشارع الحفريات وطسات، سيارة تفوت جديدة تسكرب، ماطور يفوت يسكرب، معاناتنا كثيرة. وهاي الأنقاذ كلها خلي يشيلوها، خلي الأنقاذ يشيلوها كلها. من التحرير كل شيء بس حكي وكذب وفيمان، لا كل شيء ماكو حفرة وما جوكم، كل شيء ماكو، يوعدون يكذبون الكذب ماله ماله. شو طالب؟ شو تقول للحكومة؟ مو خلي يجون يشيلون الأنقاض، يبطون الشوارع، ترجع العالم، البنايات التعبانة يشيلوهم. محلات طالب مو طوز، وهنا طوز التعبانة، شغلات شغلة تعبانة. خلي يبطون لنا الشارع. والله منطقة الساعة يعني شوارعها حيل منتهية، صار لها سنتين على هاي الوضعية، سياراتنا تفلشت، الناس لا تقدر مشي، ما تقدر تمشي ماشي، ما تقدر سيارات ما تمشي. الى متى يعني؟ سنتين وكل شيء ماكو، ما ادري احد يعني المسؤول شلون يصير مسؤول الى ما يبلط شارع، الى ما ينظف شارع. زين زين، المسؤولين من تجي منا ما يشوفون هذا الشارع؟ سياراتهم يجوز ما تطوش شيء، سياراتنا تفلشت مو وراها شوارع، كل الشوارع مال اليمن خربانه، سياراتنا تفلشت، يعني ما لحق نسوي السيارات. اضافه الناس لا تقدر تمشي بالشارع والسيارات ما تقدر. شتاء بعد كم يوم؟ ها عافيه بالشتاء، قلنا شتاء وهاي هسه زين، صيف هذه بلطوا استلحقوا على الشتاء، بالشتاء راح تغرق هاي الناس كلها، تغرق فوق الضيم اللي صار عليها، راح تغرق النوب بعد ازيد. والله ايش نقول لهم؟ يا ريت يسمعون صوتنا ويسوون هاي الشوارع لهاي الناس الفقراء، يظلون هيك سنتين بعد سنتين اللخم هيك، وهاي العمر دا يمشي والناس متبهدله. يا اخي والله تشبع قهر، يا اخي والله تنقهر، ليش وضعيه هيجي؟ يعني حكومه ما اشوف الحكومه، يعني الحكومه المحليه ما لها شغل بالحكومه المركزيه، الحكومه المحليه انتم يا مسؤولين بس تطلعون تحجون بالقنوات الفضائيه، تعالوا عيشوا، خلي واحد مسؤول يجي يعيش هنا، ينصب له خيمه ويعيش لمده نص ساعه يتحمل. شوف الشوارع اخي، شوف الشوارع تكسرت السيارات، ليش هيجي؟ يما ساعة احنا ساعة ايه، تقصر له تقريبا هذا الشارع لحد الان. يا اخي من يوم التحرير لحد الان، ليش هيك ما تخافوا من الله؟ والله هذا الشارع يعني شوفوا، يعني عندك من يوم جسر الخامس، من يوم النفق لي حد هنا، ها يعني هذا لو يبلطوه يسووه خدمات. ايش قصر له هذا الشارع هيك؟ هذا من التحرير لحد الان، ما حد جاء، ما حد اشتغل بالشارع. والله يشتغلون اسبوعين ثلاثه ويروحون. زين ما تعرفون شنو السبب؟ والله ما نعرف، ما نعرف شنو السبب. زين شو توجه رساله للحكومه هذا الشارع والشوارع اللي قاعدين؟ والله ناشدهم يعني يرجعون الخدمات على القديمه، يضبطون لكم الشوارع، تبليط، ماي، كهرباء.